سلطانة، وصلتي لقرار بخصوص موضوعنا إن شاء الله؟ حأجي زورك المساء إذا ما عندك شغل. خلينا نحكي بالخلافات اللي موجودة بيناتنا ونحلها. عال، صار لي زمان كتير عم بحلم فيكي. أنا كتير اشتقت لك. تفضل. خير يا سلطانة، لوين بدك تروحي؟ طلعوا استنوني برا. حسن باشا أنا لازم روح شوفه. طلع مسجل كل الشغلات اللي عملتها بمصر بدفتر خاص هالقذر، وحسب معرفتي المنيحة فيه بظن إنه هالدفتر ما بيفارقه بنوب. سلطانة، رايحة تاخدي الدفتر منه؟ ما في عندي أي حل تاني، يا أما بروح معه وبنص على تهديداته لإلي، يا أما بدي أخلص منه. لا تعملي هيك سلطانة، حسن باشا عصبي وما بنعرف شو ممكن يطلع معه. طيب على القليلة خليني روح معك. إذا رحت معي يا بلبل رح يشك. ادخل. ذو الفقار آغا. خير إن شاء الله يا بلبل آغا، في شي مشكلة؟ أنا بعتذر على إزعاجك بهالوقت المتأخر، بس ما طلع بإيدي شي. الموضوع متعلق بالسلطانة همشة. يا بني آدم بلا لف ودوران، شبه السلطانة ليكون صاير معها شي ممنيح. من شوي راحت لوحدها على قصر حسن باشا وما حدا بيعرف شو ممكن يعملها. ما فهمت. طلاقه من السلطانة همشة جرح له كرامته. ما تأخذني يا باشا، بس هذا واحد ما بيترك المشروب، يعني ما بيعرف الحلال والحرام، ولهيك اجيت اطلب منك المساعدة. ان شاء الله ما يكون أذاها. شبكي شو ما عجبك يا سلطانة؟ هالوضع انت لازم تتعودي عليه، ومن اليوم ورايح معاملتك لزوجك صار لازم تتغير. انا ما اجيت لحتى نتخانق، اجيت لهون لنلاقي حل. وليش لا؟ هو مشى سلطانتي الغالية. يا حراس طالعوا الباشا لبرا ليشم هوا. بعد مخبي لهالدفتر؟ وينه؟ وين مخبي هالمصيبة؟ هو مشى؟ سلطانة، في شي عم تدوري عليه؟ أحسن شي إني روح. ما فيك تروحي لأي مكان، لا تكوني مفكرة إنك ممكن تخلصي مني بسهولة. أنت سمعت أوامر مولانا السلطان، من هلأ ورايح مو ممكن يستمر زواجنا، بس أنا رح استمر بدعمك، لا تشك بهالشي أبدا، ومستعد أقدم لك ثروتي كلها كمان.
طبعا في حال هالدفتر صار معي. مو ممكن ابدا اعطيك الدفتر، لانه الدفتر مو معي. وينه؟ هالدفتر وين؟ انت وامك حاولتوا تلعبوا علي، وفي حال انكشف كل شيء كنتوا رح تتهموني، ما هيك؟ شو كنتي مفكرتيني غبي؟ هالدفتر وين؟ احكي احسن لك. انت مين مفكرة حالك حتى تسأليني؟ عم امرك تبعد عني. انت مين عم تأمري؟ ها؟ او امرك ما لها صلاحية هون؟ تبعد عني. صرخي بأعلى صوتك لشوف. بعد ولك، ما حد رح يمسك مني. ولك انت كيف بتتجرأ؟ كيف بترفع ايدك على حدا من العائلة الحاكمة؟ يا غوت قوم خدوا على السجن. سلطانة انت منيحة؟ سلطان لا تخافي، أنا معك. أنا حكيت مع حسن باشا، مصر ياخد السلطانة معه على القاهرة. الموضوع مو بهالسهولة، سلطانة هو مشاه وحدة عنيدة وما حتروح. حسن باشا ماله مغفل يا قسم، أكيد في سلاح بإيديه، يعني ما رح يواجهها لو ما كان حاسب حساب. سلاح شو هاد؟ السلطانة هو مشاه ماله من نوع البريء، أكيد في عنده أخطاء، وإذا اكتشفناهن نتخلص منه. طالما السلطانة في عنده أخطاء وحسن باشا حاسس إنه مظلوم، لكان نحن ليش عم نتدخل؟ خلينا نتركهم يخلصوا على بعض. سلطانة هو مشاه رح تاخد احتياطاتها، ونحن لازم نتدخل كرمال ما تنتصر. ما عم بيروح من بالي كلام السلطانة حليمة. الحكت مع حسن باشا، وحسب كلامه في بين إيديه ورقة رابحة ضد السلطانة هو مشاه. ما بعرف إذا هالحكي مزبوط. حسن باشا أنا تعرفت عليه وقت كنت منفي بمصر، وهو ماله قليل. طالما علاقتكم طيبة روح احكي معه لكان، يعني بلكي بيحكي لك شو ماسك على السلطانة هو مشاه. أنا بأمرك سلطانة. تفضل. تسلم يا باشا. مثل ما بتعرف أنا حجيت وتركت المشروب. أي صحيح. وقت السلطانة هو مشاه طلقك، إن شاء الله ما يتعرض منصبك للتهديد يا باشا، لأنه مصر تحت مسؤوليتك. هالموضوع مستحيل يصير. أصلاً نحن ما رح نتطلق يا آغا. معقول السلطانة هو مشاه تقدر تتخلى عني؟ اليوم المساء رح تيجي ورح نحل المسألة بكل رواق إن شاء الله. بس هذا الشيء ما كتير ممكن يا باشا، لأنه السلطانة هو مشاه ما بتتخلى بسهولة عن إدارة الحرم لك. إيه مو على كيفة، مجبورة أن ترجع لي. بالمناسبة السلطانة قوسم بعتت لك سلام معي، قال إذا بتحتاج أي شيء أو بتحتاج لمساعدة رح تساعدك بكل سرور. شكرا.
الله، ما كان ناقصنا غير حسن الزفت. تفضل قولي بسرعة شو صار معك حجي آغا؟ الضرائب اللي كانت تنبعت من مصر كانت توصل ناقصة، لأنه كل المبلغ الباقي كان عم يتحول للسلطانة صفية بانتظام. شكراً كتير حجي آغا. السلطانة هما شاه ما بقى رح تقدر تبقى بهالقصر، وحتى أنها تأخرت. ادخل. تعالي قسم. سلطانة، مبارح المساء كنتي عم تدوري بأثر حسن باشا على هالدفتر؟ مبين حسن باشا زلمي دقيق، مسجل كل الرشاوي والذهب اللي حولتيه لخزينة السلطانة صفية، والهدايا الغالية اللي تجاوزت حدودها. ما بقى فيك تهربي أبدا هالمرة. لكن يلا روحي، روحي فورا لعن مولانا السلطان وخبريه. مو هي هي نيتي. مولانا السلطان عم يستناك وراح تتحاسب. مو أنا، هو مشاه هي اللي لازم تتحاسب. راح نشوف. مولاي، عفوك يا مولاي، عفوك. يا جاهل، إذا كنت ما بتعرف شو معنات تصرفك، أنا حورجيك هلأ شو معنات إنه ترفع إيدك على سلطانة. وقفوا لشوف. سامحني يا مولاي، أنا ما كنت بوعي. هالحكي مو مقبول، انقلع من وشي. في أمور أنت لازم تعرفها. مولاي سامحني إذا دخلت بدون إذن، بس في موضوع لازم نحكي فيه. تفضلي قولي. حسن باشا ماله ذنب بنوب، والحق علي أنا مولاي. وترته بتصرفاتي، ومالي حابة اتطلق منه. إذا جنابك بتسمح لي رجعتي معه على مصر، رح يكون فيها خير للكل. السلطانة قسم؟ أنت اللي أنقذتيني من الموت، ما هيك؟ طبعاً يا باشا، مين بده يكون غيره؟ بظن أنه كل الأمور خلاص صارت منيحة يا حسن باشا. إن شاء الله يا سلطانة، إن شاء الله.
مع أنه كنتي مبسوطة بوجودك هون. شو اللي صار حتى قررتي فجأة ترجعي على مصر يا سلطانة؟ هو هددك بشي؟ ولا شي. حأعترف لك بشي غريب شوي. لما رجعت على القصر بعد هالسنين، وجودي هون عمل على عيوني غشاوة. طلعت متسرعة بقراري السابق. بتمنى تسامحني. بدي أرجع على مصر مع زوجي. إذا كنتي مصرة ما بمنعك. هلا ما عاد في لا السلطانة صفية ولا هاندان ولا حتى هومشا، وباعتبارك السلطانة الوحيدة اللي إلها سلطة بهالقصر، إن شاء الله ما تنسي دعمي ووقفتي جنبك يا قسم. أنا ما بنسى سلطانة، ما بنسى لا الحسنات ولا السيئات اللي بتنعمل معي. ورح اسمح لك تشوفي الامير مصطفى باوقات محدده. معقول يا سلطانه رح ترجعي توثقي فيها مره تانيه؟ الشيء الوحيد اللي انا بحاجته اني ضل عايشه ومعموت. رح استنى ليجي الوقت المناسب لوصل ابني مصطفى لعرش الدوله. لهيك حساير. سلطانة، لو ما كنت أنقذتني بجوز هلأ ما كنت موجودة. أنت سبق وأنقذتيني وهيك تعادل. أنا أجيت لحتى ودعك، مع أني ما بحب الوداع، بس في شغلة لازم أحكيها. أنا مولانا السلطان بأمانتك. سلطانة، سلطانة،
أنا بعرف إنه ما بدك حسن باشا وبدك تطلعي، فليش رايحة معه؟ إذا أنا قلت لك سر تحفظ السر؟ بسبب أكتر نقطة ضعف عندي أنا مضطرة أروح بسبب السلطان صفية. ما بدي أحكي أكتر، وبتمنى ما تسألني أي سؤال لأني ما رح أقدر جاوب. بس بدي تعرف أني أتمنى طول عمري أبقى هون جنبك. بعد ما تولدي مناخد الأمراء ومنروح على قصر قديرنا، رح نقضي الصيف هنيك. فكرة كتير حلوة، أنا موافقة. السلطانة همشاه طلبت ترجع على مصر وأنا ما منعتها. الظاهر بتحبه لزوجها، وباعتبارها رح تروح، فمن هلأ ورايح أنت اللي رح تديري الحرم لك. أحمد، أنا كتير مبسوطة. هذا شرف كبير لإلي. قسم، أنت دليلي، أنت نور طريقي، أنت ربيعي، شمسي، قمري. أنت أنقذتي العائلة العثمانية من مصايب كبيرة، كنت العين السهرة علي وعلى أولادي. الحرم لك هلأ بأمانتك، وصار فيك تنتقلي على جناح السلطانة الأم. هذا من حقك.